ردوا بالكم من هاد النصابه والمحتالين اللي كيجيو عندكم كيقول لك اسيدي شوف انا عندي كونترا وما تعطيني حتى شي ريال حتى تلقى راسك في الخارج. زوينه هاد الهضره هادي وهي الهضره مطمئنه، انا تا غيديني لبرا ما غنعطيه والو، وزعما انت راك فاهم عايق فيك العياقه، هادي راه العياقه راه كاينه في اللغه العربيه الفصحى، وعارف راسك فاهم ما يديرها بك حتى شي واحد، انا ما غنعطيه حتى شي ريال حتى غادي نمشي للخارج. هادشي اللي دار معايا، كيجي عند باه وعند مو وصحابو كيبدا يحكي ليهم، وصحابو طبعا ملي كيسمعوا هاد الهضره كيقول لي واش انت بوحدك واش ميمكنش تدبرنا مع هاد السيد حتى هو، كل انا غادي نشوف معاه. كيمشي عنده كيقول له دير عندي واحد صاحبي واحد صاحبتي بغاو يمشي وشنو، قال له ما كاين حتى مشكل مرحبا بهم، انا ورا اللي درتو معاك غنديرو معاهم، انا ما تعطيوني حتى شي ريال تتلقاو راسكم تما وغنجيب لك الكونترا وتشوفها وتقراها وسير دير البحث ديالك في الانترنت وشوف هذيك الشركه واش كاينه وشوف كل شيء وثيق ولا ما تثيقش، لحقاش كثروا النصابه والمحتالين في هذا الشيء. هذا راه النصاب كيهضر يطمئنوا الناس، كيبدا معاهم في الاجراءات باسبور كذا كذا، هو فين عنده الضربه ديالو؟ الضربه ديالو ماشي في الماء غيبيع لك لا كونترا لا حتى شي حاجه، الضربه ديالو في نهار غتبغي تصوب الفيزا، لانك نهار غتبغي تصوب الفيزا غادي تحصل كيخصك الوثائق باش يمكن لك تصوب هذيك الفيزا، فهنا كيدخل معاك في عمليه البيع والشراء، وماشي هو اللي كيبيع معاك ويشري، كيدير اتصالات بالتليفون كيقول لك شوف غادي نعيطوا لواحد السيد كان خدام في القنصليه ديال الدوله الفلانيه، اللي جاب لك مثلا الكونترا وقال لك راه ديال فرنسا ولا اسبانيا، كيقول لك كان خدام في القنصليه الاسبانيه ولكن ما بقاش معاهم، خرج داير مكتب بوحدو ديال الاستشاره، حقاش هو عارف كيفاش كتدرس الملفات ديال الفيزا وما الى ذلك. كيعيط لهذاك السيد، الو الو سي يونس بخير، الا كان شي واحد سميتو سي يونس راه ماشي هو، راه تشابه في الاسماء. سي يونس كيدير لاباس عليك بخير؟ كيقول له الاخر لاباس الحمد لله كلشي بخير، كيهضر معاه بفعلا لانه صاحبه في النصب. كيقول له ودي راه عندي واحد الاخوان بغاو يصوبوا الفيزا وراهم حاصلين، ما عرفنا شي كيفاش غنديروا في هذا الشيء، وانت الله يسر عليك راه عندك المكتب دابا وتبارك الله عارف كيفاش دير معنا في هذه القضيه. كيقول له ما كاين حتى شي مشكل، فين بغاو يمشيو؟ كيقول له بغاو يمشيو لاسبانيا مثلا. كيقول له ايه مرحبا بهم، عندهم الوثائق ديالهم، عندهم الباسبور، عندهم الكونترا ديالهم، عندهم، كيقول له عندهم كل شيء، ولكن راك انت عارف هذه القضيه ديال خص يكون عندهم شي كونت بونكير، كيخصهم الرونديفو، كيخصهم، كيقول له ماشي مشكل هادشي كله نصوبوا لهم، راك انت كتعرف هادشي راه كيكلف عنده تكاليف، ولكن على وجهك انت السي مصطفى، عاوتاني الا كان شي مصطفى راه ماشي هو، على وجهك انت السي مصطفى راه مرحبا بك ما كاين حتى شي مشكل. وشحال تحسب لهم هادشي؟ كيقول له الاخر مثلا ما مفادو الملف وهذا غيتقام عليهم تقريبا بواحد واحد 500 درهم، وراه انت كتعرف الفيزا عاوتاني المصاريف الفيزا هذه فلوس اللي كتمشي للقنصليه راه كتقام تقريبا بواحد 920 درهم، المهم في المجموع غتعول على واحد 1500 درهم. كيدور عندهم كيقول لهم ودي الخلاص ديال الفيزا هذاك راه ما كيدي منه حتى شي حاجه، راه شي 900 وشي حاجه ولا 800 وشي حاجه ديال القنصليه، وهو غادي يخدم لكم الملف ب 500 درهم. المجموع غادي تجي تقريبا واحد 1500 درهم. الاخرين كيبقاو يشوفوا غادي ياخذوا الفيزا، كل واحد كيدرسها مع راسه وكيقول تعالى ما صدقاتش هذا الكونترا، بعدا كاع ناخذ انا غير الفيزا، كل واحد كيحسبها كتبان 1500 درهم ماشي شي حاجه. وحنا عرفنا في الاول راه جمعوا ليه بزاف ديال الناس، خمسه سته سبعه 10، الا كانوا 10 15000 درهم. هو بارك عليه كيضرب على ديك ال 15000 درهم. كيجمع من عندهم الباسبورات ديالهم، كياخذ 1500 درهم من عند كل واحد، ما ملتزم معاهم حتى بشي حاجه، ما كيقولوش لي على ديك ال 1500 درهم ارنا شيك ولا دير لنا اعتراف بدين، حيت كاين شي وحدين اللي كيديروا راسهم فاهمين في هذا الشيء، لا بغاو يعطيو لشي حد شي حاجه باش مثلا غادي يحرقهم ولا غيجيب لهم شي كونترا، كيقولوا مع راسهم عاوتاني في اطار العياقه راهم عايقين، كيقولوا له دير معنا خويا اعتراف بدين، انا نعطيك 10000 درهم ولكن دير معايا اعتراف بدين، ها هو قاعد يدير معاك اعتراف بدين، فين غتشدوا؟ دا الفليسات. فهادو ما كيقولوا له والو، كيجمع 1500 درهم من عند كل واحد كيديرها في جيبو باسبورات وكيمشي. وطبعا هذيك لابوس ديال 10 دراهم، هذيك النمره ديال التليفون كيهرسها وما كتبقاش موجوده، وكيبقاو كيتسناو، وطبعا ما كيمشيو الخارج ما كتجي كونترا وكتمشي لهم 1500 درهم الواحد. في كثير من الاحيان بحال هاد الناس، وهذه مهمه نقولها لكم، ما كيمشيوش يديروا ديكلاراسيون، كيمشيو شي يديروا شكايه،
يبداو يقولوا مع راسهم 1500 درهم خليها تحت لي في الركابي، وراه تحت لي في الكونت بونكير ديالو ولا الركابي، راه غادي يجمع من هاد المدينه 15000 درهم ومن هادي 10000 درهم ومن هادي. كيخصك تمشي دير الشكايه ديالك، الا ما تشد في مدينتك غيتشد في مدينه واحده اخرى. وهاد النوعيه ديال النصاب والمحتالين راه موجودين وصادقين مزيان في المجتمع ديالنا، لحقاش كثار بحالكم اللي كيفكروا غير يمشيو لبرا، كيسحب لهم اللي غادي يمشيو برا غيبداو يرشوهم بالاورو وبالدولار. واحدة وراسكم.